دعاة للقوات، نحن دعاة لكل ما انا سالتهم، قلت لهم بقدر بعرف شو هي التهمه، بدي اعرف انا جوزي بشو متهم، ومحامي ما لكم حق توقفوه بلا اذن من النقابه. قال لي انا عم بنفذ ما انا مامور. قلت له طيب يلي امرك دلني عليه انا حكي. قال لي ما فيني اقول لك شيء. جوزك عاوزينه بكم سؤال، بدنا نساله وناخذ اقواله بس. وما كان القمع يوما ليحل المشاكل، المشاكل تحل بالروية والحكمة والتؤدة، تحل بالحوار، هذا ما نريده. وإن كنا لا نريد أن يكون هناك تحدي لا من قبل الشعب ولا من قبل الأجهزة الأمنية، الشعب عليه أيضا أن يفهم، خاصة الشبان، أنه لا يجوز أن يتحدوا الدولة. حملة الاعتقالات اللي جرت بالأمس هي لتعطيل جو المصالحة، الجو التاريخي، الجو الوفاقي الذي حدث في الجبل. سؤال ليش؟ الرئيس لحود سرب وقال أنه زيارة تاريخية. طيب أصبح الأجهزة تعمل ضد الرئيس لحود، كل الناس أجمعت أنها بداية المصالحة الوطنية الكبرى. هل الأجهزة ضد المصالحة الوطنية الكبرى؟ طيب في شعارات معينة من قبل القوات أو غير القوات، طيب من حقهم يرفعوا الشعارات اللي بدهم إياها؟ الوفاق أقوى من كل الأجهزة، الوفاق أقوى من كل الأجهزة، ما متخيل، لكن بحذر مجدداً من أي تصرف عشوائي، بحذر.